اسمي منال، مسكن من ولاية الجزائر، عمري 18 سنة. نحكي على المرض اللي كنت مصابة به. كنت صغيرة، كان في عمري عام صبت بمرض فقر الدم الأنيمي. من بعدها دتني ما لطبيبة، دارت لي تحاليل، ومن بعد كي دخلت النقرة 2007 كان في عمري 7 سنين. من بعدها وليت نحس بفشل واسفرار في الوجه بزاف، وإرهاق، ونعية، وننسى بزاف نسيان. من بعدها 2007 عند شاهدنا قناة الحقيقة، عند مشاهدة قناة الحقيقة قام أبي باتصال مع العمال تاع بلد العمان. من بعدها بعد 15 وصف لهم الحالة تاعي اللي أنا مريضة بها. ومن بعد كت بعد 15 يوم بحثوا لنا دواء للجزائر. من بعدها كي شربت دواء لمدة شهر، كي شربته حسيت وليت نورمال الحمد لله. عودت لي زاناليز، عودت رحت لنفس الطبيبة اللي قالت لها لمي ولادك، وقالت لي ما الوالدة تاعي لمي ولادك، وهذه ما حتى طوال ما والو، لاني متحال لي واعرة. من بعدها شافت لي زاناليز عندك كي شربت هذا الدواء، قلت لها برات الحمد لله. من بعدها وليت لاباس الحمد لله، نشكر ربي ونشكر الدكتور الهاشمي الحمد لله. كنت صغيره ما كنتش نشفى، كان في عمري عام كي حكمتني الانيمي. كنت نبكي بزاف، كنت نظل نبكي، وكنت نعيا، كان قلبي نعيا منه، وكان وجهي يصفر بزاف. عانيت معاه، كنت نقرا، كنت ننسى بزاف شغل الحاجه اللي نحفظها منها ننساها منها. كنت الدروج تاعنا باش نطلعهم بالسيف، ما ننجمش نطلع الدروج. وكنت ثاني خايفه ثاني كي قالوا لي ما تطواليش وما تجيكش الدوره شهريه، وزادوا عقدوها لي طبه. ما مكي شربت الدواء تاع الطبيب ما بريتش، ما كانش يقولوا لي كاين شفاء. اما رحت لعند طبيب ثاني قال لي هذه خليقه من عند ربي تبقاي هكذا. من بعد كي جبت الدواء باش صبت روحي الحمد لله. الحمد لله نشكر الدكتور الهاشمي بزاف. خذيت الجرعه الاولى من عمان، وخذيت الجرعه الثانيه من الجزائر. كان تحسن، تحسنت، كنت وليت شغل نحس هذا وين رجعت لي الروح، وليت نمشي نورمال ما نعياش، وليت ناكل، وليت شغل وجهي ولا يبان، ما ولاش اصفر، وليت الحمد لله وليت نقرا لاباس بيا. نقول لهم هذه عشبه طبيعيه، قال عليها مكتوبه عليها في القران. وهو دكتور الهاشمي راهو دكتور في الطب، راهو اكثر من الطباء اللي راهم لهنايا الحمد لله. راهو عشبه تاعو طبيعيه 100% وما حش الضر ولا تهلك حاجه واحده اخرى كيما يعطيك طبيب واحد اخر دواء وتهلك حاجه واحده اخرى. الحمد لله معاه عشبه تاعو طبيعيه. ونقول اللي راهم عندهم فقر الدم ما تيأسوش، هذه ماشي ما تيأسوش، هذا عشبه طبيعيه وما تخافوش. عندي والديه يما وبابا الله يحفظهم، نشكر يما وبابا ثاني بزاف بزاف، باسكو هو اللي قام باتصال معاهم، هو اللي عاوني. كانت مام الاساتذه تاعي كانوا يقروني في البريمير، كيشوفوا وجهي صفر هكاك، يشوفوني عيانه شغل مبالهم بلي حاجه غريبه، شغل كيشوفوني هكاك من شغل ما نشاركش، نضل عيانه، نضل ننسى، ما نطلعش للصبورة، ما شغل كان يشوفوني شغل حاجة مش مبيش كيفاش، شغل حاجة غريبة. الحمد لله وليت نقرا لاباس بيا كيما نسيان الحمد لله، بريت شافيت. نحمدو ونشكرو ونزيد نشكر الدكتور الهاشمي، باسكو هو اللي كون ماشي هو كون مانيش واصلة لهنا.
نشكرهم، نعطي لهم ألف تحية ونشكرهم. الله يحفظهم ويحفظ دكتور الهاشمي وربي يخليه لنا ويخليه لنا.